ثم أكيد مشاهدينا على أحوال الطقس، رح نتعرف فيه على الطقس بدمشق باقي المحافظات السورية، شو التوقعات للأيام القادمة مع مدير عام الأرصاد الجوية الأستاذ عهد سمندر. صباح الجو الحلو. صباح النور، صباح الدفء، أهلاً. صباح الخير استاذ. يعني بالبدايه عم نشوف نهار مشمس، ولكن سمعنا كثير انه في منخفض رح يصير بكره. خيرا ان شاء الله. طبعا اليوم درجات الحراره مرتفعه بشكل عام، زياده عن المعدل بحوالي 3 الى 5 درجات. الجو ما بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، اما ليلا فالجو يكون بارد ويحذر من تشكل الصقيه في المرتفعات الجبليه والضباب على بعض المناطق الداخليه. الرياح اليوم شرقيه الى جنوبيه شرقيه خفيفه ومعتدله احيانا ومعتدله في بعض المناطق، لكنها تكون نشطه خاصه فوق المرتفعات الساحليه وخاصه ساعات بعد الظهر ومساء اليوم وصباح الغد. البحر خفيف ارتفاع الموج. غدا تبقى الاجواء دافئه ودرجات الحراره اعلى معدل بحوالي 3 الى 5 درجات مئويه، والجو يكون بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام مع فرص لامطار متفرقه غدا نهارا، لكنها تزداد الفعالية مساء الغد لتشمل كافة المناطق السورية إن شاء الله. والرياح تبقى شرقية إلى جنوبية شرقية لكن تخف سرعتها مساء الغد. إذن اليوم أجواء اليوم وغدا أجواء دافئة بشكل عام، لكن فرص الهطولات المطرية إن شاء الله يوم الغد وخاصة فترة المساء والليل، وبفعالية جيدة تشمل أغلب المناطق السورية مساء الأربعاء وصباح الخميس إن شاء الله. نعم استاذ عهد، نحن يمكن كان لنا اتصالات معك بالايام السابقه وقلت لنا انه من نهار الثلاثاء في العالم تطلع وتروح مشاويرها وسيراناتها، هذا الحكي يعني رغم ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي انه هلا بكره عاصفه وبعد بكره مطر وهيك، فخلينا نحكي نحن انه من نهار الثلاثاء كيف رح يستقر الطقس؟ رح تستقر درجات الحراره ولا شو الوضع؟ درجات الحرارة بشكل عام اليوم ويوم الغد أجواء دافئة بشكل عام حتى مساء الغد، لكن مساء الغد مساء الأربعاء فعالية جيدة للطقس تشمل أغلب المناطق السورية. الاستقرار في حال الطقس موجود حتى يوم الغد حتى يوم الأربعاء بشكل عام، لكن المنطقة الساحلية هناك نشاط للرياح الشرقية وخاصة بعد ظهر اليوم وصباح الغد. طبعا هذا النشاط مع حبات قد تصل 80 كيلومتر في الساعة للرياح الشرقية على المنطقة الساحلية. استقرار الأجواء مستقرة لكن اليوم، لكن غدا بعد ساعات الظهر تتحول الأجواء إلى أجواء غير مستقرة، وفرص الهطولات المطرية بعد ساعات الظهر ومساء الأربعاء لتكون الفعالية مميزة على أغلب المناطق السورية إن شاء الله. نعم بدنا نشكرك كثير مدير الأرصاد الجوية، شكرا كثير لك استاذ عهد سمندر. شكرا لكم جميعا.